Thank you.
Fine menu, maradona. Odo da Virago, neće. Tears and tragedy. Musical instruments will now play such a number.
a village maiden's request to a boy to pluck some olives down from a tree for her pleasure. Thank you.
Now.
Thank you.
Thank you.
الصوت والي أما وجه شخصية لا وين الخبرة الصحفية مو الخبرة الحدث Thank you.
Thank you.
عن الأعمال التي ضمها المعرض إليكم اللقاء الآتي. تقيم جمعية زوجات الدبلوماسيين في العراق مهرجانا دوليا متنوعا، يسرنا أن نحضر جانبا من هذا المهرجان ونلتقي السيدة أم ناصر زوجة المستشار في السفارة. فكرة هذا النشاط، قبل كل شيء أحب أن أقدم زميلاتي أعضاء الهيئة الإدارية، عضوات الهيئة الإدارية، مدام سون زوجة السفير الصيني، مدام أنا زوجة السفير الروماني، مدام مناهل زوجة السفير السوداني. نعم، بالنسبة لهذا المهرجان اليوم هو أحد نشاطاتنا الاجتماعية والثقافية، فمن ضمن أهدافنا ونشاطاتنا نقيم الحفلات مثل ما أنت شايفة والبازارات، وهناك زيارات ميدانية للمتاحف والمعارض والأماكن السياحية والحفلات الاجتماعية، وهذا النشاط هو للتواصل الثقافي والاجتماعي بين العائلة الدبلوماسية وبين البلد المضيف. ماذا تضمن نعم. من فقرات؟ هناك كان في عرض، هو الدول اللي اشتركت هي 20 سفارة اشتركت تمثل دولها طبعا، فكل سفارة عملت جناح عرضت فيه بعض المصنوعات الشعبية والتقليدية وأيضا الملصقات السياحية عن بلادهم والمصنوعات الشعبية وأيضا المأكولات الشعبية التي تمثل بلادها، وكان هناك فعاليات فولكلورية اشتركت فيها 4 دول، السودان والصين والأردن وتايلاند، من رقصات وغناء شعبي. نعم، هناك جناح لدعم صمود شعب العراق. طبعا هناك جناح لبيع الكتب يذهب ريو لصالح أطفال العراق، وبالمناسبة من أهداف الجمعية أيضا بمناسبة بظروف الحصار هذه نقوم بنشاط خيري تطوعي، نجمع الفلوس والتبرعات العينية من أدوية وتبرعات عينية ونوزعها على المستشفيات والمياتم والأطفال في العراق.